دراما فيديو دراما اشتغلت هم فيلم غانم ولد غانم بطولتي انا وخالد العجيرب واحمد العونان اوكي راح ينزل ان شاء الله في العيد هم يتكلم عن انت قبل شوي كنت تتكلمين عن جوع الشهره هم احنا هنا نتكلم عن شغله يعني تخص الشهره وشلون انسان من شيء بسيط فجاه يصير مشهور طبعا وننتقده ننتقده بشكل كوميدي ويعني ما يؤذي احد بس ننتقده بطريقه حلوه وهاليومين قاعده اصور